في لحظة ما. منذ بلايين السنين كانت السماء ظلاماً مطلقاً، لا نجوم، لا مجرات، لا شيء سوى السكون والظلام لك من قلب هذا الظلام العميق. انطلقت أول شرارة ضوء معلنة بداية فجر جديد، إنه الفجر الكوني الكازميك دان. اليوم وبعد رحلة طويلة من البحث والاكتشاف، يقف الإنسان على أعتاب أعظم مغامرة في التاريخ، تلسكوب جيمس ويب. أعيننا الجديدة نحو الماضي السحيق، آلة مذهلة ترى ما لم يره أحد من قبل. إنه يلتقط الضوء الذي سافر عبر الزمن أكثر من 13 مليار سنة، ليرينا كيف ولد أول نجم، وكيف تشكلت المجرات الأولى، وكيف بدأ كل شيء في هذا الوثائقي المدهش من وكالة ناسا بلس. نعيش قصة الحلم الإنساني، حلم عبور حدود الفضاء والزمن مهندسون، علماء، وملايين الساعات من العمل، كل ذلك من أجل إطلاق هذا العملاق الذهبي إلى السماء، تلسكوب بحجم ملعب كرة يفتح كعين ذهبية على الكون، يبحث عن أسرار الوجود، عن بداياتنا، وربما عن مستقبلنا. كل صورة يرسلها جيمس ويب ليست مجرد مشهد جميل، بل نافذة على الماضي البعيد، على اللحظة الأولى التي بدأ فيها الضوء ينتصر على الظلام. كل مجرة يكتشفها، كل نجم بعيد يلمع في شاشاتنا، يحكي لنا قصة قديمة، قصة الخلق، وقصة من نحن، ولماذا نحن هنا. كازميك دان ليس مجرد فيلم وثائقي، بل تجربة تعيد تعريف الدهشة في عقولنا، رحلة إلى ما وراء الزمان والمكان، حيث يتحول العلم إلى شعر، والفضاء إلى مرآة نرى فيها أنفسنا. فهل نحن مستعدون لاكتشاف ما ينتظرنا هناك؟ الفجر الكوني بدأ بالفعل، والرحلة ما زالت في بدايتها. كشف تلسكوب جيمس ويب عن مجرات لما نرى مثلها من قبل، تكونت بعد الانفجار العظيم بزمن قصير جداً. إنه ليس مجرد تلسكوب، بل آلة ترى الماضي وترسم مستقبلنا بين النجوم.